مساء الخير احمد الصح ابو شادي. مساء النور، اهلا وسهلا ابو فادي. شو منور الطيبه في وجودك؟ منور فيكم. في شيء يعني بالطيبه؟ في والله في امسي تكريم لزميلنا سليم انقر في مؤسسه تبوح بايس، والقريب المحل، وانتو قراب للقلب. اخرى قلنا فرصه نيجي نسلم من مده ما. مين شو. مين اللي جاي ابو شادي؟ مين اللي جاي؟ من وين جايين ومين اللي جاي؟ احنا اتحاد كتاب فلسطين الكرمل، اللي هو يعني بضم حوالي 300 كاتب وكاتبه من جميع البلاد. اجيت انا برفقه رئيس الاتحاد سعيد نفاع والأعضاء اللي معانا، اللي هن أدباء كتاب كاتبات، من يعني أقول لك من أبو سنان على بيت جن على البعني، من عرابة، من دير حنة، من المغار، من طمرة، من هاي البلاد. اللي بشوفكم أنتوا بتحنوا على بعض، أنتوا الكتاب والأدباء والشعراء، في حنين خاص فيكم ولغة مشتركة بينكم. أبو فادي، واجهة الشعب والأمة هو الأدب، هي الثقافة. إحنا منسعى بكل الأوقات يعني نروح على المدارس، منحيي أيام تراثية، من نتواصل كلياته من أجل مصلحة وشعبنا، وبالأخص الطلاب في هاي موجة العنف اللي احنا شايفينه. بنحاول نعمل قدر الإمكان، قدر الجهد، نوعي شبابنا، نوعي يعني طلابنا للخير وللمحبة وللتعاون وللإلفة. هاي الرسالة تبعتنا، يعني المثقفين هن مرآة الشعب. إذا بدنا نروح لبرا منقول إنه عنا إلنا تراث، وبتعرف أنتو يعني للأمانة والحق نقول إنه كل فرصة هلا بتتواجد في كل موقع. حتى يعني قبل فترة كنت بسهل البطوف ودعمت الفلاحين، وكنت شاهد أنا وإنت كنت مرتين ثلاثة، وأرسلت يعني طاقم التصوير والتقرير من هلا، ونال إعجاب كل اللي موجودين هناك، وبدون لا يعني هدف ولا غاية إلا حبكم لشعبكم، حبكم للأرض، للوطن، للإنسان. كلي أبو شادي أحمد الصح، بيجوا عندكم كمان من المثلث ومن الجنوب للجليل، ولا بس انتوا بتيجوا من الجليل للمثلث؟ لا، للأمانة انه بيشاركوا من الطيري، من الطيبة. إسا كان استقبلنا كاتب نائب رئيس الاتحاد الأستاذ جهاد بلعوم، استقبلنا وأرشدنا على المحل. في من عنا من الطيري يعني ناس أو أدباء اللي تاريخ وبصمة في التعليم وفي الأدب، ومن صديقي العزيز يوسف، الدكتور يوسف بشارة، وفي العشرات من وادي عارة. كل ما يصير إشي بتجمعه يعني على قدر الفرصة اللي بتعطيه الواحد يشارك بيها. وإحنا يعني لا سمح الله بالأجر، بتشوف الكل بيجوا بأجره، وفي بناتنا روح التعاون، روح المحبة اللي خالصة. إحنا ما بنقبض مصاري يعني ولا في أجرة إلنا. حتى إسا أقول لك دفعنا حق الحافلة، كل واحد من جيبته دفع أجرة الحافلة. أحمد الصح أبو شادي، بالنسبة لهذا الموضوع، شو أنت آخر إنتاج إلك أنت في مجال الأدب أو الشعر أو أي شيء؟ أو يعني كمان أنا بشوفك أنك أنت بهمك الأشياء الفولكلورية حتى في الطعام، يعني بالنسبة لك الطعام هو كمان فولكلور لشعبنا وأهلنا. شو آخر شيء، آخر نشاط لك في هالمجال؟ صحيح، التراث أو الفعل الأدبي أو أي نشاط هو قول وفعل، مش بس أنا بكتب يعني خلاص. أنا بجسد العادات
التراثية الأصيلة لشعبنا بجسدها في البيت عنا من طبخ من أكل، وبكتب عندكو وبتستقبلوها هاي العادات وأنواع الأكل. شو آخر طبخة ما دامك بتحكي جبت السيرة، شو آخر طبخة؟ آخر طبخة كباب بلبن، ومش كبة اللي غايب جوزها، كانت هاي مع لحمة. أنا بحب الكبة اللي مع بصل، بقولولها كبة الغايب جوزها. ليش بسموها هيك؟ ما سألتنيش ليش بسموها هيك؟ لأنه زمان بالماضي كان عيب وخجل على المرأة إنها تروح تعمل كبة وتحط اللحمة وتتباهى بيها. كانت تعمل الكبة نفس الكبة نفس المواد وتحشيها ببصل. من شان هيك، لأنها غايب جوزها، احترام لغيبة جوزها وتقدير إله، كانت تعمل هاي الكبة ويأكلوها بدون لحمة وبدون أي شيء ثاني، بدون إضافات. بدون إضافات صحيح، يعني بدنا نأكل بس على القلة لأنه الخفيف. الزوج غايب. شكرا أحمد الصح أبو شادي، شكرا عشان شرفنا بهذا الصرح، عم كتبنا في الطيبة. شكرا الإعلامي اللي كل الجماهير تقريبا أنا مطلع، يعني كثير كثير إله بصمة عند كل الناس. وإذا بتسألني ليش، لأنه منوع هون، مش يعني لحزب أو لقائمة أو معين، الكل بتلاقيه موجود هون، حتى من الوزراء. حتى مليح الإنسان يطلع على شو بقول هذا الوزير، يعني ما بقدر أروح أقول له شو بتقول. أنت بتجيبه لهون، وهون أنت يعني بتخليه بتجبره أنه يحكي ويطلع اللي بقلبه، وإحنا بنحكم. الجمهور بحكم. شكرا جزيلا عزيزي، شكرا أحمد الصح أبو شادي، شكرا. لا شكرا على واجب.